السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترفين ما كنت في الوطن العربي الكبير، رحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أشاركك من خلاله إضافة مميزة أعجبتني كثيرا للمتصفح جوجل كروم، حيث أنها تساعدك على تحويل الصوت إلى كتابة مباشرة على الحاسوب. ففي حالة كنت تتوفر على نص طويل على ورقة على سبيل المثال ولا تجد وقت لكتابته في الحاسوب، فبإمكانك فقط باستخدام هذه الإضافة أن تقوم بقراءة ذلك النص ويظهر تلقائيا على شاشة الحاسوب، وأيضا يمكنك التعديل عليه. لكن قبل البدء في شرح الإضافة أود أن أشكر كافة المتابعين الأوفياء للقناة، شكرا جزيلا لكم على تفاعلاتكم المستمرة، وشكرا لك أنت أيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة. أدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس لكي تتوصل بآخر الفيديوهات. إذن على بركة الله، هذا هو رابط الإضافة، سوف تجده أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. بعد أن تقوم بالدخول إليه سوف يتوجه بك لهذه الواجهة. بطبيعة الحال سوف تقوم بإضافة هذه الإضافة إلى المتصفح طبعا بالنقر هنا، وتنتظر لحين أن يتم إضافتها بهذا الشكل. وكما تشاهد معي هذه هي أيقونة الإضافة التي تم إضافتها الآن. بعد ذلك سوف تفتح معك الإضافة بهذا الشكل كما تلاحظ، وطبعا سوف تجد مجموعة من الأيقونات التي سوف تساعدك على التعديل على النص أو حفظه كذلك أو أشياء أخرى. وفي هذا المكان طبعا للبدء في تسجيل الصوت الذي تريد أن يظهر هنا سوف تنقر على هذا الميكروفون، لكن قبل ذلك يجب عليك اختيار اللغة، لغة النص الذي سوف تقرأه. فإن كان باللغة الفرنسية بإمكانك إضافة الفرنسية، إن كان بالإنجليزية كذلك، والأجمل من هذا أنه أيضا يدعم اللغة العربية، فبإمكانك مثلا اختيار اللغة العربية من هنا و اختيار مثلا سوف نتركها مثلا الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم سوف تنقر على هذا الميكروفون كما تلاحظ معي هنا بطبيعة الحال وتفعيله من هذا الخيار. وبعد أن أقوم بتفعيله سوف أبدأ بالحديث لكي تشاهد معي النص الذي سوف يكتب في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتابعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، أتمنى أن ينال إعجابكم بإذن الله. لا تنسوا لايك للفيديو وأيضا الاشتراك في القناة، شكرا لكم. إذن كما تشاهد معي الآن فالنص الذي قرأته يظهر بشكل صحيح كما تلاحظ. أعتقد أنه لا توجد هناك أخطاء، وحتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء البسيطة فبإمكانك أن تقوم بالتعديل عليها بطبيعة الحال، ومن ثم تقوم بحفظ النص الذي قمت بتسجيله، وهكذا تكون قد ربحت وقت أكثر بطبيعة الحال بدون الحاجة لكتابة النص بال الحاسوب. إذن أعتقد أن الإضافة جد متميزة حقيقة، شخصيا أعمل بها بشكل مستمر، لذلك أردت أن أشاركك إياها اليوم. أتمنى أن تنال إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجديد الدائم بإذن الله تعالى. شكرا لك وإلى اللقاء.